اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل مشكل جودة عالية على تطبيقكم إيمو. قم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على بيانات التخزين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على جودة رفع الصور، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الجودة العالية. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل الجودة العالية. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.